بدعوة رسمية من نظيره المغربي صالح يصل الرباط ومشاورات مع مسؤولين في جدول الأعمال. تأكيدات دولية على ضرورة احترام موعد الانتخابات وتحميل القادة الليبيين مسؤولية التأخير. خروج المرتزقة والالتزام بالانتخابات أبرز ما جاء في مباحثات لراشي والقطراني. غزيت يؤكد أن الإرهاب لا وطن له ويطالب بضبط لغة الدبلوماسية. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثامنة من قناة ليبيا، تقدمها لكم ليلى السيد وأحمد أجوحان. مساء الخير مشاهدينا، وفي نشرتنا الاقتصادية مع زميلة عبير عودات. مساء الخير ليلى. مساء الخير أحمد. أما مشاهدينا في النشرة الاقتصادية تتابعون برئاسة ليبيا انطلاق أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة. نحو 7 ملايين دينار ليبي قرار أصدره دبيبة لمساعدة عائلات المساكن العشوائية. إلى التفاصيل، وصل اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح إلى الرباط في زيارة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي الذي كان في استقباله. نعم، وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المريمي، فإن زيارة المستشار صالح للمغرب تأتي في إطار المشاورات مع عدد من المسؤولين. وصل رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اليوم إلى إيطاليا في زيارة رسمية تستمر ليومين لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، كما يعتزم دبيبة مناقشة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، حيث سيلتقي خلال زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي وعدد من المسؤولين الإيطاليين. بعث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي نويري بديوان المجلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا يان كوبيتش آخر مستجدات العملية السياسية ودور البرلمان في هذه المرحلة. نعم أحمد، كما بحث اللقاء آلية اعتماد المجلس للقاعدة الدستورية وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، كما تمت مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم الاستقرار في البلاد وقيام باقي مؤسسات الدولة بواجبها ومهامها على نحو يحقق المناخ الملائم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. دعت الخارجية الفرنسية القادة الليبيين لاحترام موعد الانتخابات القادمة والالتزام بإجرائها في موعدها المحدد. حمل المتحدث باسم الخارجية القادة الليبيين جميعا مسؤولية عدم إجرائها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد الأبرز على طريق تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، ولافتا إلى مواصلة بلاده جهودها مع شركائها لدعم إجرائها. ناقش النائب الأول لرئيس الوزراء أحسان القطراني اليوم في مكتبه في مدينة بنغازي مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات تعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية. وجدد لاراشي دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، كما أكد وقوف إسبانيا في صف المطالبين بإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرا إلى وجوب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد.
استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادال مستجدات العملية الانتخابية ومستوى جاهزية المفوضية، خاصة بعد مرحلة تسجيل الناخبين. سابادال من جهته أكد دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتخابية المرتقبة، كما أثنى على جهود المفوضية المبذولة في مرحلة تسجيل الناخبين بغية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفقا للصفحة الرسمية للمفوضية. بعد التلميحات الأخيرة التي جاءت على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التي طرح فيها رؤية أمريكية جديدة للانتخابات في ليبيا تفيد بإمكانية تأجيلها. نعم، حيث جددت الحكومة الأمريكية في تغريدة أمس موقفها حيال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مؤكدة ضرورة إجرائها في موعدها دون تأخير. التقرير التالي والتفاصيل. تغريدة جديدة للحكومة الأمريكية تكرر فيها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في موعدها المحدد بلا أي تأخير، وهو الموقف الثابت الذي لطالما أعلنت عنه الحكومة الأمريكية عبر بياناتها المتتالية. التأكيد الأمريكي على عدم تأخير موعد الانتخابات جاء بعد إطلاق دعوات متعددة لحشد القوى السياسية في ليبيا لاتخاذ موقف حيال ما جاء من تلميحات على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مفادها وجود رؤية أمريكية جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مرحلتين لتنتهي في سبتمبر 2022 من أجل إنقاذ خارطة الطريق حسب نورلاند. رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض وردا على ما جاء في تصريحات نورلاند بعث بخطاب للأخير قال فيه إن الموقف الوارد فيها يتعارض جملة وتفصيلا مع الموقف الثابت والمعلن للحكومة الأمريكية عبر البيانات المتعددة التي سبق وأدلى بها نورلاند، كما تتعارض مع التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخارطة الطريق المتفق عليها، مرجحا أن تكون هذه التسريبات ورقة ضغط أخرى تدعم توجه جماعة الإخوان. وهنا دعا رئيس تكتل إحياء ليبيا في خطابه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد بشكل واضح وصارم على موقفها الراسخ والمعلن بخصوص عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 من ديسمبر المقبل دون أي مماطلة لأي جولة ثانية للانتخابات الرئاسية. وهو ما شاهدناه فعلا في تغريدة نشرت عبر السفارة الأمريكية لدى ليبيا مفادها أن الحكومة الأمريكية لا ولن تقبل بأي تأخير للانتخابات، مجددة تأكيدها وبصريح العبارة على 24 من ديسمبر قائلة: تكرر الولايات المتحدة دعوتها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا كما هو مقرر في 24 من ديسمبر. أصدرت نقابة المحامين الليبيين بيانا بشأن الاستحقاق الانتخابي أكدت خلاله ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد من أجل سد الذرائع في وجه المتربعين على السلطة والمتربصين بوحدة الوطن. اقتراح جديد يسعى للوصول إلى القاعدة الدستورية، ما هو وهل يمكن تطبيقه؟ التفاصيل في سياق التقرير الآتي. الجمود والانسداد السياسي يظهر جليا في الساحة الليبية مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والتنفيذية المزعم عقدها في 24 من ديسمبر المقبل. ومع اقتراب هذا التاريخ تتصدر القاعدة الدستورية الأوساط المحلية في البلاد والنقابة العامة للمحاميين إحدى هذه الأوساط التي أصدرت بيانا أعربت خلاله عن استغرابها من تمسك الأطراف بمواقفها الصلبة والمتعنتة. التعنت سيمنع البلاد بحسب النقابة من تحقيق أهم أهداف ثورة فبراير والمتمثل بإقامة دولة القانون وتطبيق أسس الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وصولا إلى التهرب من الاستحقاق الانتخابي. القلق من عدم الالتزام بموعد الانتخابات دفع النقابة إلى إعلان استعدادها لقيادة حوار مباشر وشفاف ومحايد بين جميع الأطراف السياسية
وصولا إلى عقد انتخابات نزيهة توحد كلمة الفرقاء السياسيين من خلال صناديق الاقتراع والابتعاد عن التخوين والتهديد. تواصل الخلاف وترنح القاعدة بين القادة علق الليبيين بين خيار الاستفتاء على الدستور أو الانتخاب بناء على قاعدة دستورية تكرر سيناريوهات سابقة ربما ستسمح بخلق مجموعة من الدكتاتوريين الجدد إن صح التعبير. وجه عضو المجلس الاستشاري للدولة بالقاسم قزيط انتقادات عديدة للحكومة في عدة جوانب، كما أكد أن العديد من التصريحات غير المسؤولة قد تؤدي إلى اضطراب العلاقات بين الدول وخلق الفوضى العارمة، في إشارة لما صرح به رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري حول تونس واعتباره أن ما حصل فيها انقلاب على نظام الحكم. تصريحات قزيط رصدتها قناة ليبيا في هذا التقرير. ليبيا ولا شيء غيرها هي الأرض الطيبة تنغرس فيها أقدامنا والسماء التي تشخص إليها أبصارنا وقبل ذلك بصيرتنا. هذا ما جادت به قريحة عضو المجلس الاستشاري أبو القاسم قزيط الذي وجه انتقادات كثيرة على كافة الأصعدة. قزيط وجه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يطالبه فيها بإصلاح السياسة الخارجية الليبية، حيث وصف تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري بالفوضى العارمة وأنها لا تتعدى كونها تصريحات غير ناضجة، في إشارة إلى حديث الأخير حول تونس ووصف ما حصل فيها بالانقلاب، وأوضح أن هذه التصرفات لن تخلق سوى الأزمات وأن الدبلوماسية واجبة بالخصوص. قزيط وفي تصريحاته جاء على ذكر أغلب الأسماء في الحكومة وذهب مباشرة إلى رأس الهرم، إذ عبر عن اعتراضه على حديث رئيسها عبد الحميد دبيبة فيما يتعلق بمصدر الإرهاب إلى الجارة تونس. تلك التصريحات التي أثارت موجة من الاستياء في العديد من الاتجاهات. وفي ذلك أوضح قزيط أن الإرهاب لا وطن له وأن الإرهابيين متواجدون في كلا البلدين، وبدلا من إلقاء التهم لمجرد الاتهام كان حريا بمطلق هذه التصريحات أن يبحث إمكانية التعاون الأمني عوضا عن التراشق السياسي والإعلامي. يبدو أن قزيط لم يكتفي بدبيبة فالمنقوش كان لها نصيبها كذلك فيما يتعلق بمؤتمر دول الجوار الذي عقد في الجزائر، حيث وصف خطبة المنقوش في المؤتمر بالعصمة في مدح البلد المستضيف التي اعتبرها خالية من أي حس سياسي أو حتى دبلوماسي في ظل الأزمة الأخيرة التي أدت إلى قطع علاقات الجزائر بالمغرب. وبعيدا عن الحكومة وليس ببعيد عما يحصل، استنكر عضو مجلس الدولة أي تمترس جهوي أو مناطقي أو حتى قبلي، رافضا كل الدعوات للهويات التحت وطنية وفوق وطنية حسب وصفه، في إشارة للداخل والخارج، وأكد أن أي دعوات لا تكون فيها ليبيا واحدة فهي لا تمثله. آراء من يعتلون المناصب السيادية في البلاد تتباين بين مؤيد ومعارض، ويبقى الوطن وحده يتأرجح بين طرف يريد الظفر بليبيا وطرف لم يكفه قضم الكعكة حتى الرمق الأخير. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الاستشاري للدولة السيد بلقاسم قزيط. مساء الخير سيدي. مساء الخير. كما تابعنا من خلال هذا التقرير يعني وجهت العديد من الانتقادات للحكومة على كافة الأصعدة، يعني من هذه الانتقادات دعنا نتحدث أو نشير عن موضوع التصريحات الحكومية المتعلقة بالجارة تونس. برأيك سيدي بداية حدثنا عن وجهة نظرك بهذا الموضوع، وأيضا برأيك مثل هكذا تصريحات هل لها أي تأثير على العلاقات الخارجية بشكل عام؟ هو يقال أن الدرس الوحيد للتاريخ هو أن الناس لا تستفيد من هذا الدرس. يعني نحن فيما سبق في سنة 2013 البعض في سنة 2013 وصف التغيير الذي حدث في مصر بالانقلاب وأحدث يعني مشكلة كبيرة مع مصر لا زالت ديونها إلى اليوم. نحن ليبيا يجب أن لا نمارس وصاية على أحد، يعني هذه الدول هي التي تقيم ما يجري عندها.
بصراحة ليبيا تصرف على وزارة الخارجية مئات الملايين من الدولارات، وما تقوم به الآن يعني إجمالا الخارجية وحتى السلطات الليبية هي تفسد، أصبحت هذا الشغل هو يفسد حتى العلاقات المستقرة. يعني نحن رصدنا يعني كم هائل من الأخطاء السياسية في الزيارات وفي التصريحات، يعني أول ما تفضلتم به. الحقيقة نحن لا علاقة لنا بما يجري في تونس من أزمة سياسية حتى نقيم هذا الطرف انقلابي أو هذا الطرف دستوري أو قانوني. نحن نتضامن مع تونس كدولة اليوم وغدا باختلاف الوجوه. هذا عمقنا الاجتماعي والتاريخي والثقافي والجغرافي. لكن أن تقول يعني ما يحدث في تونس انقلاب، هذا بصراحة إذا كان قالها مثقف والله صاحب رأي من حقه، لكن الناس الذين يتبوؤون مناصب سياسية مواقفهم وتصريحاتهم بل حتى طريقة وقوفهم تنقل رسالة، ولهذا يجب أن لا يكون ذلك. حتى السيدة وزيرة الخارجية مثلا، يعني أنا أتذكر وزراء الخارجية المرموقين، يعني مثلا من لفاروف إلى جيمس بيكر إلى طارق عزيز إلى سعود الفيصل إلى عبد الرحمن شلجم، كل شيء شخصيته حيادية لا يبتسم ولا يعبد. لكن يعني ضيف وزير خارجية تبتسم له ووزير خارجية تعبس في وجهه. يجب هذه الابتسامة بالنسبة لوزير خارجية أو رئيس حكومة أو رئيس مجلس رئاسي هي تعني ابتسامة ليبيا كلها لهذا الضيف، وهذا العبوس يعني عبوس ليبيا كلها. ولهذا الرسائل، طب سيدي يعني بالنسبة لهذه الرسائل كسياسة خارجية يعني في ليبيا سواء من وزارة الخارجية أو حتى الحكومة، هل هي مرتبطة بأشخاص أم أن هي نهج موجود في هذه الوزارة بغض النظر من الشخص الذي يقود هذه الحقيبة؟ هو 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 السياسة الخارجية الليبية يجب أن توجه من رئيس المجلس الرئاسي في المقام الأول. نعم. نحن شفنا تصريح من رئيس المجلس الدولة، وبعد بيومين شفنا نائب رئيس المجلس الرئاسي ذهب إلى تونس. أعتقد أن التصريح في غير محله وفي الزيارة أيضا في غير محلها. التصريح فهم منه تأييد البرلمان وكتلته السياسية، والزيارة فهم منها تأييد الرئيس في إجراءاته، ونحن في ليبيا بريئين من كلا الحالتين. هذا حالة تونسية، نحن مع تونس، لسنا مع رئيس ولا برلمان ولا أحزاب ولا غيره. نعم. شيء آخر يعني على سبيل المثال، يعني بعد قطع العلاقات الجزائرية التونسية بيوم أو يومين كانت في زيارة من نائب رئيس المجلس الرئاسي للمغرب، التوقيت سيء للغاية وغير مبرر وغير مفهوم. الآن في قمة في الجزائر، يعني قمة يعني دول جوار ليبيا، أعتقد أن ربما لا يكون التوقيت مناسب، لكن نحن في النهاية الجزائر بلد جار. لكن ما مبرر يعني الأدباء والشعراء يمدحون الأوطان، لكن وزير خارجية يجب أن يكون حيادي. مبالغة، يعني أنا استمعت إلى خطبة وزيرة الخارجية، مبالغة. الجزائر تستحق، لكن السياسة الخارجية تبنى على الحياد ولا تبنى على المدائح أو الشتائم، خاصة ظرف اليوم. يعني خاصة ظرف اليوم، ظرف التوتر في المغرب العربي يفرض علينا الحذر. يعني كل مليح للجزائر هو يفهم أنه اصطفاف مع حدود المغرب، وكل مليح للمغرب يفهم أنه اصطفاف مع حدود الجزائر. طب سيد يعني كيف تفسر هذه التناقضات بالزيارات كما ذكرت؟ يعني نعم الزيارات لا توجهها أي فلسفة ولا أي فهم للواقع الجغرافي ولا السياسي. أيضا يعني أستطيع أن أضيف نقطة أخرى، يعني بدأت زيارة حكومية لدول الخليج العربي من الكويت. نحن صح حقيقة في ليبيا بحب الكويت وتربينا على الدراما الكويتية، لكن بوابة الخليج العربي هي المملكة العربية السعودية. هذه ألف باء ثلاثة. الرئيس ترامب عندما بدأ زيارة للعالم الإسلامي بدأها من المملكة العربية السعودية. ربما لا تكون البوابة السعودية لكن تكون مصر، لكن لا تكون بوابة. طب سيدي من يرسم السياسات الخارجية؟ نعم. كيف ترسم السياسات الخارجية؟
السياسات الخارجية مبنية على عدم فهم ومضطربة وتتحرك يعني بالفعل ورد الفعل. طب ما هو المطلوب؟ المطلوب بصراحة يجب أن يكون داخل المجلس الرئاسي وداخل الحكومة وداخل الخارجية ناس يفهموا السياسة الخارجية بكل حمولاتها السيكولوجية والجغرافية والتاريخية، لأن إخواننا يعني ما يقومون به أربك يعني الآن هناك تشويج في علاقاتنا مع السعودية ومع تونس، وأعتقد ربما حتى مع المغرب والجزائر بالمجان. يعني يعني ما مبرر يعني هذا كل هذا العبث وكل هذه الخطوات الغير مدروسة؟ يعني برأيك هذه الخطوات هل يعني من شأنها أن تعكر صفو العلاقات مع هذه الدول التي ذكرتها، دول الجوار ودول الخليج العربي؟ أنا متأكد أنها عكرت صفوة، لكن الجميع يدرك أن ليبيا في حالة عدم اتزان. أنا متأكد يعني ما عنديش معلومة، لكن نعم. يقين حدسي أن هذه الدول، لأن نحن نعرف سياسات هذه الدول من نعم. عشرات السنين نعم. أنا متأكد أنها عكرت صفوة هذه العلاقات نعم. لكن هو الجميع يعبر ليبيا لأنها في ظرف حرج ودقيق. نعم. طيب سيدي، هذا بالنسبة لموضوع السياسة الخارجية، هل لديك أي انتقادات أخرى تود التطرق إليها؟ هو الحقيقة احنا تكلمنا عن زيارة المغرب وقمة الجزائر وزيارة تونس وتصريحات تونس. الحقيقة الكبير يعني احنا لا نريد أن نجرب نعم. كتاب كامل، لكن ما جعلنا نصرح هو أن الكي القطح نعم. أخطاء الدبلوماسيين يدفع ثمنها الناس نعم. يعني الناس هم اللي يدفعوا ثمن هذه الأخطاء المجانية. وصلت رسالتك. يخطئ نعم. لكن هناك أخطاء مجانية غير مبررة بصراحة. نعم نعم سيدي، وصلت الرسالة. كل الشكر لك السيد بلقاسم قزيط عضو المجلس الاستشاري للدولة، شكرا جزيلا. حذر المبعوث الأممي السابق للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة من تراجع دور المنظمة الدولية في قيادة عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، مؤكدا أن الأمم المتحدة هي الطرف الوحيد الذي ليست له مصالح في ليبيا على حد تعبيره. هذا وأوضح سلامة خلال تصريحات صحفية له أن تراجع دور الأمم المتحدة في ليبيا سيؤدي إلى هيمنة الدول المتنافسة حول شأن الليبي والمتصارعة للجلوس على هذا المقعد بحسب وصف سلامة. استنكر أهالي ونشطاء المجتمع المدني في بلدية غات خلال وقفة احتجاجية الممارسات الصادرة عن هيئة السلامة الوطنية التابعة لمطار غات الدولية، وطالب المحتجين بتشكيل لجنة تحقيق بحق هذه الممارسات والأسباب الكائنة وراءها. بحث النائب العام خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وعدد من رؤساء النيابات الابتدائية تداعيات تنامي ظاهرة الهجرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني. المزيد في هذا التقرير. ربما انعكس الهدوء النسبي الذي تعيشه ليبيا إيجابا على موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من سواحلها تجاه الشواطئ الأوروبية، حيث سجلت ارتفاعا متزايدا لم تشهده البلاد منذ أعوام. انتعاش تلك الظاهرة يتزامن مع ما يواجهه خفر السواحل الليبي من صعوبات كبيرة على صعيد عمليات البحث عن مهاجرين أو إنقاذهم، لا سيما وأن عمليات الإنقاذ غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر. وفي هذا الصدد، وفي إطار متابعة مكتب النائب العام لأعمال النيابات المختصة نوعيا بتحقيق الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأنظمة دخول وإقامة الأجانب بليبيا والوقائع الداخلة ضمن أوجه تنظيم الهجرة غير الشرعية، استعرض النائب العام خلال اجتماع مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورؤساء النيابات الابتدائية في عدة مناطق، استعرض المؤشرات التي أظهرتها التحقيقات التي أنجزتها النيابة العامة المؤكدة لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على نطاق واسع لأجل تحقيق منافع مادية غير مشروعة من قبل القائمين عليها. النائب العام لفت خلال الاجتماع إلى أن نشاط المنظمات القائمة على تنظيم عمليات الهجرة قد استطال ليشمل أنماطاً أخرى من السلوك الآثم،
أهمها الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وغسل الأموال وتمويل التنظيمات المحظورة، مضيفا أن التقارير والبلاغات المعروضة على مكتبه تشير إلى إحجام عناصر جهاز مكافحة الهجرة عن القيام بواجباتهم، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة وداعيا إلى وضع آلية عمل حول إنشاء قاعدة بيانات تساعد وكلاء النيابة العامة على تقاسم المعلومات ومشاركتها فيما بينهم. رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من جهته بيّن أنه يعمل مع إدارته رغم قلة الإمكانيات المادية على تلافي العراقيل التي تعيق العمل ومباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة الموظفين المخالفين لأنظمة العمل. إن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتماً أثقل كاهل ليبيا قبل أوروبا، ما يستوجب من الجهات المختصة عدم جعل ليبيا حارساً لأوروبا، لا سيما وأن البحرية الليبية تمتلك عدداً متواضعاً من القطع البحرية والزوارق التي تنفذ من خلالها عمليات الإنقاذ قبالة سواحل البلاد. اعتبر وزير الصحة الأسبق رضا العوكلي أن ليبيا ليست في مرحلة مطمئنة. نعم، وأشار إلى أن الوضع الوبائي تأزم بنسبة 100% من شهر يوليو مرورا بشهر أغسطس، وذلك بحسب تصريحات الوزير الأسبق يوم أمس لقناتنا في برنامج بالمرصاد. الأرقام وباختصار شديد، في شهر 6 عدد حالات، إجمالي عدد حالات في شهر 6 كان حوالي 738 حالة، وفي شهر 7 عدد حالات قفز إلى 350 حالة، عدد وفيات، عدد الحالات الإجمالي من 780 في شهر 6 إلى 59,000 في شهر 7 وحوالي 55,500 حالة في شهر 8. الوفيات زادت من 71 حالة في شهر 6 إلى 350 حالة في شهر 7 وإلى 699 حالة، يعني زيادة بنسبة 100% بين شهر 7 وشهر 8. 100% من 350 حالة في شهر، من 350 حالة وفاة في شهر 7 إلى 700 حالة وفاة إلا حالة واحدة في شهر 8. إلى ذلك سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 23 وفاة و 1479 إصابة جديدة بكورونا أمس، وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 312,116 حالة و 4,286 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد حسب بيان المركز على صفحته بفيسبوك. من جهته أفاد مركز سبها الطبي بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. المركز قال في بيان له أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة داخل المدينة وتعافي 6 مصابين، حيث أجرى المركز المرجعي تحاليل ل 55 عينة ظهرت سلبية 35 منها. كشفت وزارة الصحة عن قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى البلاد بمركز الصم والبكم في مدينة سبها، وبحسب صفحة الوزارة فقد تم تجهيز المركز بأحدث المواصفات العالمية، موضحة أنه يحتوي على 40 حجة للتطعيم وسيتم الإعلان عن افتتاحه خلال الفترة القادمة. وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة علي الزناتي انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة مصراتة بعد افتتاحه مركز التطعيمات الثالث بمعرض مصراتة الطبي. نعم، وقال الزناتي في كلمة له خلال الافتتاح إن الهدف من الحملات هو تكثيف عمليات التلقيح وتوسيع رقعتها ليتسنى لجميع الراغبين الحصول عليها والاستفادة منها بكل سهولة. وفي بنغازي أفادت مديرة إدارة الخدمات الطبية بمركز بنغازي الطبي فدوى فرطاس بإغلاق العيادات الخارجية بالمركز لمنع تفاقم الانتشار الوبائي، ويأتي ذلك نظرا للازدياد الملحوظ في عدد مصابي فيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية. واستثنى المركز عيادتي الأورام وأمراض الدم نظرا لحساسية وضعهما الصحي، كما جرى توزيع الكادر الوظيفي والطبي بالعيادات على أقسام المركز.
وفي طبرق أعلنت البلدية إغلاق المساجد وبعض المرافق العامة لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد إلى حين اتضاح الرؤية بسبب تفشي وباء كورونا في المدينة. ملجأ من تفادي هذا الفيروس الفتاك الذي تسبب بكثير من الأضرار في المجتمع، ليس فقط على المستوى الصحي بل والاقتصادي والاجتماعي والنفسي أيضا. فها هي مدينة طبرق التي تقع في أقصى الشمال الشرقي، عادت مرة أخرى للمعاناة بعد زيادة أعداد الإصابات الأسبوع الجاري. فقد قرر عميد البلدية إغلاق المساجد وبعض المرافق العامة ابتداء من يوم الجمعة منعا لتفشي الفيروس. وتعزو تصريحات صحفية لوزير الصحة السابق رضا العوكلي انتشار الوباء في المنطقة الشرقية إلى عدم وصول الفحوصات إليها سابقا، حيث إن نسبة الزيادات بالحالات وصلت إلى 559% بالمقارنة مع استقرار الوضع بنسبة 65% في المنطقة الغربية لاستحواذها على نسبة 94% من فحوصات PCR. عدم الالتزام مع قليل من عدم المسؤولية قد يعيد الوضع إلى الصفر، ويبقى السؤال هل سيذهب الوضع إلى الإغلاق التام وفرض حظر تجول شامل، أم ستكتفي الجهات الرسمية بالإغلاق الجزئي؟ أصدر وزير التعليم العالي عمران الجيب قراراً بإيقاف عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفروعها عن مزاولة نشاطها التعليمي. نعم، وتضمن القرار إلزام مؤسسات التعليم العالي المعنية بعدم قبول طلبة أو اعتماد الشهادات الصادرة عنها إلا بقرار من وزير التعليم العالي. والآن ننتقل إلى النشرة الاقتصادية مع الزميلة عبير عويدات. مساء الخير عبير. مساء الخير ليلى. مساء الخير أو صوتي. أهلا بكم مشاهدين. أهلا بكم مشاهدينا إلى الجولة الاقتصادية. انطلقت اليوم في جامعة الدول العربية أعمال الدورة رقم 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيض ووزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب. وبحث الاجتماع عددا من الملفات الهامة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، نطرح أبرزها في سياق هذا التقرير. في ظل ما تعانيه الدول العربية من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية، افتتحت جامعة الدول العربية جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا متمثلة بوزير اقتصادها محمد الحويج. الحويج أكد خلال كلمته أن الاجتماع له أهمية خاصة نظرا للموضوعات التي يتناولها والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، إلا أن السياسات الاقتصادية الحالية تحول بين رغبات الشعوب وبين ما يقدمه العمل الاقتصادي الفعلي. يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية خاصة نظرا للمواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتناولها والتي تمس حياة المواطن العربي، حيث أن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تحتل المكانة الأولى في ظل اهتمام الحكومات العربية. ومن بين أولويات العمل العربي المشترك، كما أصبحت كل دول العالم تعطي أولوية قصوى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن العمل العربي في مجال الاقتصاد والتجاري ما يزال قاصرا على تحقيق طموحات ورغبات شعوبنا التي تعلم جيدا أن لديها من الموارد والإمكانيات والقدرات البشرية مما يجعل لها حاضرا أفضل ومستقبلا مشرقا، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحالية التي تتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعمل الصادق والحرص باستمرار على طرح الأفكار الخلاقة والرؤية الجديدة التي تضمن المضي قدما بهذا المجلس. وقال الحويج أن نسبة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية صغيرة، ويتطلب العمل على تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى وتذليل الصعوبات التي تواجهها خصوصا مع تفشي فيروس كورونا. يتطلب من كافة الدول العربية ضرورة العمل لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتحقيق أهدافها وتدليل الصعوبات التي تواجه تسهيل انسياب
رأس المال والسلع والخدمات والبضائع بين الدول العربية، بالإضافة لأهمية موضوع الاستثمار الذي أثبتت التجارب والواقع الاقتصادي وما مر به العالم من أزمات اقتصادية، أن المكان الأفضل لاستثمار الأموال العربية هو استثمارها في منطقتنا العربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد بدوره خلال كلمته على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية لحماية الاقتصاد من الانهيار. ولا شك أن التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية وتعميق أطر التعاون والتنسيق الاقتصادي في المنطقة العربية يوفر شبكة أمان مهمة وضرورية في وضع عالمي تتصاعد فيه المخاطر الحالية والمستقبلية. لقد كشفت جائحة كورونا عن هشاشة الشبكات العالمية وعن المخاطر المصاحبة للأزمات الكبرى. وبما يتعلق بخط الفقر، قال أبو الغيط أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، وأن 15% من الفقراء يعانون من الفقر المدقع بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد، إضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 16%، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي. ما زالت الاقتصادات العربية تعاني صعوبات هيكلية وتواجه تحديات داهمة. لقد كشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد عن أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع، كما تجاوزت نسبة البطالة 16%، وهي أعلى كثيراً من المتوسط العالمي. ويزيد من حدة تأثير البطالة أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب، ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللاً واضحاً في استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل. المساعي العربية لحماية الاقتصاد وتوفير الجو الملائم للاستثمار وتعزيزه عبر الاجتماعات وتبادل الخبرات في ظل جائحة كورونا وما ألقته على الدول تحوم في الأجواء علها تجد التنفيذ اللازم ولا تبقى مجرد كلمات تقال في قاعات مغلقة. ناقش وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع رئيس منظمة سبارك الهولندية يانيك دوبونت سبل التعاون بين المنظمة وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات التمكين الاقتصادي، وجاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الأوزبكية اليوم في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي مبادرة استقرار ليبيا. وأكد كتي على ضرورة استمرار منظمة سبارك في دعم الجهود للحفاظ على الاستقرار والتنمية في ليبيا، خاصة في المجالات المتعلقة بريادة الأعمال. أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد بمطار معيتيجا، وأفادت الشركة في منشور لها بالانتهاء من كافة أعمال التركيبات من قبل مكتب تشغيل معيتيجا وفرقة تابعة لدائرة توزيع تاجورا وفرقة الكوابل التابعة لدائرة التركيبات العامة بطرابلس. تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الخمس من ضبط 63 حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع الحديد التي تخص الشركة العامة للكهرباء. وعلى إثر ذلك تم تكليف الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضية ومعاينة الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها. كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام للاختصاص. أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرارا يقضي بتخصيص 7,574,400 دينار لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية التي تمت إزالتها ببلدية أبو سليم. قرار المجلس رقم 348 وجه بمساعدة تلك العائلات بوقع 1,200 دينار شهريا لكل عائلة ولمدة سنة واحدة، وذلك بداية الشهر سبتمبر الحالي، على أن يتم خصم المبلغ من صندوق جبر الضرر مع وجوب تنفيذ القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
بحث النائب العام خلال لقاء بمكتبه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الخطوات المتخذة من المصرف في ملف تنظيم السياسة النقدية والإشراف على السياسة الائتمانية، إضافة إلى مراعاة القواعد المنظمة لنظام المدفوعات الوطني لا سيما المقاصة. ووفقا للصفحة الرسمية للنائب العام، فقد تم التباحث حول ممارسة المصرف لقواعد الرقابة والإشراف على المصارف التجارية، وكذلك أسس نقل أرصدة المصارف، خاصة تسوية الصكوك بين المصارف التجارية العاملة، فضلا عن مناقشة التقارير المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق ذي صلة، أفاد المصرف التجاري الوطني في تصريحات صحفية بتبنيه خطة لتوزيع السيولة النقدية على جميع فروعه في ليبيا، مبينا أن سقف السحب النقدي وصل إلى 5000 دينار لكل حساب. هذا وأوضح المصرف أن حجم الشحنات النقدية المستلمة من مصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى والإيداعات النقدية من الزبائن والشركات وصل إلى 4,400,000,000 دينار ليبي خلال الفترة من الأول من يناير العام الماضي حتى 30 أغسطس، وقد تم توزيعها على المناطق والفروع بالكامل. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحواج قرارا بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصورة أو المقصور تصديرها واستيرادها، مبينا أن الحظر سيكون على البضائع المدعومة والمعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة ومخلفات المواد الصحية. بعد مطالبات وزير النفط محمد عون بتغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، شن الأخير حملة رفض شدد خلالها على تعدي الوزارة على صلاحيات مجلس الوزراء الذي دعا إلى اجتماع يضم الطرفين لحل هذه الأزمة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. النتائج مستمر يعني بمعاناة كبيرة جدا، وهنا مرة ثانية بعد 7 سنوات من تربعه على كرسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التهديدات بإقالة مصطفى صنع الله وتغيير شامل لمجلس إدارة المؤسسة يطفو على السطح ليثير موجة من الجدل ويفتح جبهة اتهامات متبادلة بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ووزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، الذي علق طلب الإقالة وضرورة التغيير في إدارة المؤسسة على شماعة قوانين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك. مطالبات عون بإيقاف صنع الله عن العمل تعود أيضا لما أسماه انتهاك مزعوم للقواعد المتعلقة بالسفر بغرض العمل، حيث قوبل هذا الأمر برفض شديد من صنع الله عندما أكد في تصريح لوكالة بلومبرغ الأمريكية إنه لا يمكن لوزير النفط إقالته قانونيا عن العمل أو إحالته إلى التحقيق، ولا يحق له التشكيك بشرعية مجلس إدارة المؤسسة، بل إن مجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وعندئذ رضوخنا لقرارهم واجب على حد قوله. في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفط في أفريقيا، ورغم الصراعات والحروب التي أدت إلى إغلاق عدة شركات نفطية أجنبية وتسببت في قطع استثماراتها، يشكل أعلى منصب متعلق به حساسية بين الطرفين تتقاطع صلاحيتهما ومسؤوليتهما، وزارة النفط برئاسة عون، وهو أول من يتولى هذا المنصب منذ عام 2014، والمؤسسة الوطنية للنفط تحت إدارة صنع الله. مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة من جهته اكتفى بالرد على عدة رسائل ومكالمات تطلب التعقيب في تغريدة له على تويتر، موضحا أن دبيبة دعا إلى عقد اجتماع بين صنع الله وعون في 5 سبتمبر لحل مشاكلهما. في الوقت هذا يطرح السؤال الأهم، كيف يمكن أن لا يتأثر هذا القطاع وإنتاجاته في ظل هذا الصراع المحموم؟ وأخيرا مشاهدينا الكرام، جولة سريعة لسعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية. الدولار الأمريكي اليوم منخفض وسجل 4.99 دينار في سعر الشراء، أما البيع كما هو 5 دينار وقرشين. أما اليورو فهو أيضا ثابت اليوم ب5.80 دينار في السعر الشراء، أما البيع 5.83 دينار. الجنيه الإسترليني سجل اليوم 6.77 دينار في سعر الشراء، أما البيع 6
دينار و80 قرش. ننتقل إلى الدينار التونسي، سجل اليوم دينار و63 قرش وهو ثابت نوعا ما في سعر الشراء، أما البيع دينار و66 قرش. الجنيه المصري اليوم سجل 28 قرش في سعر الشراء، والبيع 31 قرش وهو يبدو ثابتا خلال الفترة الماضية وحتى اليوم. الليرة التركية سجلت 57 قرش في سعر الشراء، أما البيع 60 قرش. أخيرا الدينار الأردني اليوم انخفض بعض الشيء وسجل 6 دينار و87 قرش في سعر الشراء، أما البيع 6 دينار و90 قرش. ننتقل إلى أسعار الذهب بحسب السوق الموازي اليوم. مسبوك عيار 18 سجل اليوم 212 دينار، مسبوق عيار 24 سجل 283 دينار، كسر عيار 18 209 دينار، أما كسر عيار 21 244، وأخيرا خارجي عيار 18 سجل 290 دينار. إلى هنا مشاهدينا تنتهي نشرتنا الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة، والعودة إلى الزميلة ليلى والزميل أحمد. يعطيك العافية. شكرا لكم. رحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس النواب على مصادقة اتفاقية باريس للمناخ التي ستساهم في تحويل ليبيا نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. نعم، الاتحاد الأوروبي ووفقا لمنشور له عبر فيسبوك أشار إلى أن اتفاقية باريس هي أول اتفاقية دولية شاملة لحماية المناخ عن طريق احتواء معدل الاحتباس الحراري والتي تم التوصل إليها في ديسمبر عام 2015 بعد مفاوضات بين ممثلين عن 195 دولة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. مقتل 9 أشخاص على الأقل في فيضانات نيويورك ونيوجيرسي، والمسؤولون يعلنون حالة الطوارئ. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات والأعاصير التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة حسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية. نعم، هذا وقد حصر بعض الأشخاص في منازلهم الغارقة بالمياه بعد سقوط ما لا يقل عن 8 سنتيمترات من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط في حديقة نيويورك المركزية. هذا وأعلن حاكم ولايتي نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ، ووصفها عمدة مدينة نيويورك بأنها حدث مناخي تاريخي. أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1883 إصابة جديدة بالفيروس و22 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. أوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ أكثر من 668 ألف إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 23,600 حالة وفاة. نهاية الثامنة إلى العاشرة. بدعوة رسمية من نظيره المغربي، صالح يصل الرباط ومشاورات مع مسؤولين في جدول الأعمال. تأكيدات دولية على ضرورة احترام موعد الانتخابات وتحميل القادة الليبيين مسؤولية التأخير.
خروج المرتزقة والالتزام بالانتخابات أبرز ما جاء في مباحثات لاراشي والقطران. قذيف يؤكد أن الإرهاب لا وطن له ويطالب بضبط لغة الدبلوماسية. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام النشرة الثامنة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله. في أمان الله.